السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحوث الفلكية تكشف آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني فوق الأجواء المصرية. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. كشفت الدكتورة رشا غنيم رئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية آخر مرور للصاروخ الصيني فوق الأجواء المصرية. وقالت غنيم خلال مؤتمر صحفي أونلاين للمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني الجمعة أن آخر مرة حلق فيها الصاروخ فوق مصر كان أمس، وأشارت إلى أنه كان متوقعا أن يمر الساعة 11 مساء أمس فوق مصر للمرة الثانية أيضا، لكنه لم يمر بل خرج من ليبيا متجها لتركيا مباشرة، ومر صباح اليوم على الأطراف المصرية عند مدينة العريش الساعة 5:15 فجرا بسرعة 28 ألف كيلو متر في الساعة. ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل. كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة، مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصيني. ربنا يلطف بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.